في كتير طرق وفي الحياة وفيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. الطريق 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 أحبائنا مشاهدينا قناة الطريق، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إلى العمق. أحبائي، بعد مرور من الوقت في علاقتنا مع شخص الرب يسوع المسيح، تدخل أصوات أخرى لتحجب صوت الله وتظهر غيوم داكنة في سماء الحياة تحجب الرؤية النقية، فيبدأ الإحباط يتسلل إلى العلاقة بالله. وكم من ناس كسرين المال والمسؤوليات وضغوط الحياة والعالم وضغوط الحياة التي تزحمهم، ولم يعرفوا أن يميزوا بين صوت الرب وصوت العالم. بالرغم أن صوت يسوع فريد من نوعه، مميز من الكل، معلم بين ربوة في حبه وعطفه. تقول كده عذراء نشيد الأنشاد، تقول آية جميلة قوي وعبارة رائعة قوي أنا بحبها. تقول كده: صوت حبيبي، صوت حبيبي هو ذا آت ظافرا على الجبال، قافزا على التلال. صوت مميز، صوت غير أي صوت. الرب قال كده: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. يقول كده في مزمور 119: اذكر لعبدك القول الذي جعلني انتظره، هذه تعزياتي في مذلتي، لان قولك حياتي، او قولك احياني. سوري. صوت الله فيه حياه، في حياه، كلمه الله بتحيي. صوت الله حياه، فيه لذه ايضا، حلقه حلاوة، كله مشتهيات، فيه الرجاء، فيه الأمل. صوت مفرح، صوت سلام، صوت اطمئنان. يقول كده المرنم في ترنمته القديمة: صوت يسوع جميل يشفي كل عليل، تشهد له السماء والأرض وتشهد له الإنجيل. عنوان حلقتنا النهاردة: سماع صوت الرب، سماع صوت الرب. وسعيدة لأقدم خادم الرب المتكلم في هذا الحلقة، الأخ جوزيف المصري. سعداء جدا بوجودك مرة تانية أخ جوزيف. المرة فاتت كان أول مرة حضرتك تشرفنا في برنامج إلى العمق، لكن سعيدة قوي 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 المرة دي. أنا واثقة قوي المرة اللي فاتت الرب باركني، والمرة دي أكيد هيبارك كل مشاهدينا من خلال كلمة الله الحية المبهجة فعلا. أخي جوزيف، ممكن بس
تصلي لنا كده وتصلي لأجل الحلقة وتصلي لأجل المشاهدين اللي بيسمعونا النهاردة، إن الكلمة تأتي في أرض جيدة وتأتي بثمار. صلي لأجل الحلقة. أمين. فضل. إلهنا المحب يا رب الصالح، نشكرك يا رب لأنك في كل حين تسمع لنا. نشكرك يا رب لأنك عن كل واحد منا لست ببعيد. أنت قريب يا رب لكل الذين يطلبونك، الذين يطلبونك بالحق وبكل قلوبهم. نعم. يا رب احنا بنشكرك لأنك إله يا رب متكلم، تحب أن تسمعنا صوتك، تحب يا رب أن تشركنا في علاقة معك حية. شكرا. يا رب بنشكرك من أجل هذا الجود وهذا الكرم الذي يا رب أعطيتنا إياه. شكرا يا رب من أجل شركة هي حية بنختبرها في كل يوم، إذ نسمع صوتك وإذ تسمع صوتنا بها نتبارك. رب أعطينا يا رب في هذه يا رب الدقائق البسيطة أن نستمتع ونحن نراك يا رب ممجدا في أعيننا، تتجمل يا رب يوما بعد نراك أجمل، يوما بعد يوم تزيد جمالا في أعيننا، فنحبك يا رب ونزبى في حبك. نشكرك يا رب لأنك ستكلمنا وأنك ستباركنا يا رب. آمين. أمين أمين. مرة تاني سعداء جدا بوجودك أخ جوزيف. النهاردة أحبائي سماع، موضوعنا النهاردة سماع صوت الرب، سماع صوت الرب. كيف أميز صوت الرب وكيف أعرف أنه ليس من إبليس؟ يعني السؤال ده فكرة التمييز. لما أميز شيء لابد أن يكون بعرفه علشان أقدر أميزه. صعب حاجة ما كنتش عارفها قبل كده وبعدين فجأة يطلب مني أني أميزها، هي إيه هي دي عشان أميزها؟ الله، من يميز صوت الله لابد أن يكون قد اختبر بالفعل سماع صوت الله وعرف صوت الله. المتدربون فقط على سماع صوت الله من حين إلى آخر، واللي بيحطوا في ذهنهم أن هم يوم بعد يوم ازاي يا رب نكون بنميز وبنفهم وبنعرف، وبيضعوا ده في قلبهم ان هم يسالوا ويبحثوا ويمتحنوا الارواح ويمتحنوا كل شيء ويتمسكوا بالحسن. هؤلاء يوما بعد يوم تزداد لديهم الحاسه الروحيه في التمييز بين صوت الله. الموضوع ما هوش سهل، عايز تدريب، عايز تدريب. الموضوع مش 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 لكل انسان متاح لي انه يسمع صوت الله بوضوح. كثيرون يعصرون، لكن بنحتاج أذان تصغي، أذان تدربت على التمييز بين صوت الله وبين صوت من إبليس وبين أفكاري أنا الذاتية. صعب جدا، صعب جدا لشخصية متمحورة حول ذاتها بترى أنها مركز الوجود وليها أفكار وليها رغبات، وبيسموا الشخصية دي أو النفس دي الشخصية الرغبوية أو النفس الرغبوية. ترغب في أشياء وبعدين لأنها عايزة الشيء ده فتبدأ في إسقاط ما تريده وتقول أكيد ربنا ده عايزه، مع أن ده صعب. الله لكي نميز صوته علينا أن نكون نسمعه، وهتكلم معاكي بعد كده فإيه اللي يدفعني ويساعدني أني أتدرب أني أوصل أميز صوت الله بين الأصوات الأخرى. فعلا تعريف جميل قوي. انت قلت حاجة يعني لفتت نظري كده، يعني في ناس بتبقى رغبة هي أمور وربنا بيبقى عايز يكلمها، لكن هي بترغب أمور تبقى هي اللي عايزاها وتسمع صوت نفسها هي، مش كده قصدك؟ أنا حابب كمان قبل ما نتكلم في التمييز حابين نعرف الرب بيكلمنا إزاي. دي مهمة قوي، معلش أنا فعلا نطيت شوية بس فعلا أنا عايزين نعرف مع بعض الطرق. قبل الطرق اللي بيتكلم بيها الله، يعني أكيد ليه كذا طريقة لكل شخص، لأن كل شخص عند الرب مميز، مش كده؟ الحقيقة الرب من كرمه وجوده مش بس بيتكلم لأولاده المؤمنين ولا بس بيتكلم لمن اختارهم، الرب بيتكلم لكل البشر، لكل إنسان. عبرانيين 1 يقول لنا الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، لكن قبلها بيقول كلمنا بأنواع وطرق كثيرة. حقيقة هناك الإعلان الخاص اللي الله بيتكلم فيه وهناك الإعلان العام لله بيتكلم فيه. الإعلان العام أبدأ بالطبيعة الخليقة من حولنا، الله بيتكلم من خلالها.
لما الكتاب بيقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي يوم إلى يوم يضيع كلامه ليل إلى ليل يبدي علما. الله يتكلم من خلال التصميم الذكي اللي حوالينا. رسول بولس في رسالة روميا إصحاح واحد وهو بيتكلم عن ناس لما عرفوا إن في إله من خلال الطبيعة يمكن ما وصلت لهمش رسالة الإنجيل يمكن ما وصل لهمش أي رسالة أو نبي كلمهم، لكنه بيقول أن معرفة الله مدركة بالمصنوعات حتى أنها صارت ظاهرة لهم. ولما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أذهانهم وظلموا فكرهم الغبي. يعني حتى لما عرفوا أنه لابد من وجود إله حكيم ذكي مبدع وراء هذا الكون بهذا التصميم الذكي لابد يكون في كده. الرسول بولس يقول حاجة غريبة جدا يقول لم يمجدوه أو يشكروه كإله. عارفة لما حد يقولك على واحدة مثلا اعتبريها أختك هو كده يعني عامليها كأنها أختك. هو نفس الفكر، اعتبر أن هناك إله. أنت شفت هذه العظمة وهذه الخليقة العظيمة، اعتبر أن هناك إله وراء هذا، مجده، أشكره، تحدث عليه، ابحث عنه، دي حقيقة. ناجيه. فمعرفة الله مدركة بالمصنوعات. رب بيتكلم فيها للمؤمنين وللخطاة والبعدين، للعالم، الطبيعة، طبيعة تتكلم. الرب بيتكلم بالأحداث، بالمعجزات. المعجزات في بدايتها لما كانت الكنيسة وده أكبر عصر شهد المعجزات كان هدفها لغير المؤمنين مش بس للمؤمنين. الألسنة في بدايتها بقوة الألسنة كانت هدفها الإتيان بغير المؤمنين والكنيسة لما كانت بتصلي كمان لبطرس. فالله يعمل معجزات مع الخطاة والبعدين. إله أمين لما الكتاب يقول لك يشرق شمسه على الأبرار والأشرار على الصالحين فكم بالحري يتكلم للخطاة وللأبرار. الله يتكلم للجميع. فأحلام بيتكلم ممكن يتكلم في حلم نعم يتكلم لفرعون في حلم عن سارة مرات إبراهيم جاله وكلمه ولا لا جاله واتكلم. أنا ليا صديق كان بيجي بات عندي في الشقة هو من خلفية إسلامية هو مسلم ولا يزال مسلم كنت بتحاجج معاه عن يعني المسيحية والإسلام ونتناقش ونفكر الولد ده دخل نام كنا بنتكلم عن الجحيم والسماء دخل نام والساعة 4 الصبح صحي قال لي اصحى قلت له ايه قال لي حلمت حلم قلت له حلمت بإيه قال لي حلمت إن أنا ماشي في طابور وآخر الطابور ده في حفرة فيها حاجة زي الصلصة اللي بتغلي ولقيت نفسي طلعت بره الطابور وببص شفت نفسي تحت وأنا ماشي في الطابور متربط بسلاسل في الناس اللي قدامي كلنا ماشيين وبنقع في الآخر في النار. قلت له فاكر لما حكيت لك وقلت لك وصف النار في الكتاب المقدس إنها بحيرة متقدة بنار وكبريت قلت له منظر الصلصة اللي أنت شفته ده الرب بيكلمك. الله بيتكلم للكل بأحلام برؤى بطرق طبيعية طرق فوق الطبيعة بيتكلم. فطرقه لا تعد ولا تحصى. ده بالنسبة للإعلان العام. هناك إعلان خاص. وقبل ما أروح للإعلان الخاص الروح القدس بيتكلم للمؤمنين بس ولا للخطاط كمان؟ كمان للخطاط طبعا. رب يسوع يقول متى جاء ذاك عن الروح القدس الذي يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لم يؤمنوا به. أما على بر فلأني قد أتيت وما أمنوش. أما على دينونة لأن رئيس هذا العالم قد دين. الروح القدس يتكلم مش بس المؤمنين يتكلم للخطاء ويبكتهم. الضمير بداخل كل إنسان مؤمن أو خاطئ هناك ضمير. وجود الروح القدس وسكناه داخل المؤمنين لا يلغي وجود الضمير. الضمير هو القانون الأخلاقي الذي وضعه الله في داخل كل إنسان لكي يعرف الصواب من الخطأ. قانون أخلاقي الله حفره داخل قلب كل إنسان. هو صوت الله داخل قلب كل إنسان ينادي دائما بالحق. بس في ناس بتموت ضميرها وبتسكته، في ناس بتستجيب وتتعامل معه وتبدأ تبحث عن الحق بكل قلبها. يعني رب أنت بلا عذر، يعني مفيش أعذار، لأن الله فعلا بيكلم كل الناس الخطاة المؤمنين بطرق حتى الطبيعة. الطبيعه يعني انت قلت حته مهمه قوي قد ايه بحسن جوزيف لما بلاقي ناس بتعبد آلهة اخرى، يعني مش بيفكروا بصنع السماء والارض. ده ايه ده اله عظيم، مين اللي يقدر يصنع السماء والارض؟ يعني اكيد في شخص عظيم عمل كده. يعني التفكير، فين التفكير؟ بيبقوا ناس متعلمين يعني في العالم، ممكن يكونوا واخدين دراسات عليا قوي لكنهم عندهم جهالة في معرفة شخص الرب يسوع أو
مين اللي خلف كل الطبيعة دي؟ يا الإنسان بطبيعته عابد، سواء كان مؤمنا أيوة. أم ملحدا، هو عابد. دي حقيقة، دي حقيقة يعبد. فعلا يعبد. أحيانا البشر مش بيحبوا يكون في إله يوصي عليهم وصايا ويطيعوها، مش عايزين حد نخضع له. أيوة. ناس كتير بتخلق لنفسها آلهة، سواء كانت أصنام أو آلهة في التكنولوجيا، أحيانا بتستعبدنا. دي صح. للدرجة اللي احنا منبقاش قادرين نسيبها، الموبايل قيود إلى آخره، قيود قيادتنا بنعبدها. أيوة. من نعبده هو من نحبه، اللي ما نقدرش نبعد عنه ولا نشتغل أيوة. عنه. أيوة دي حقيقة. فالإنسان بطبيعته عابد، كونه ما أوقات ما يحبش، لو بتكلمي عن الناس بتوع أيوة. الأصنام أيوة. ما بيحبوش في وقت إن هم يخضعوا لإله يوصي عليهم وصايا فيطيعوها، يحبوا يخلقوا لأنفسهم آلهة. أيوة. يكلموها بمزاجهم. أيوة. يرسموا عليها طرق تتعامل بيها معاهم. ايوه ايوه. وعايز اقول لك حاجه يا اخت حنان، اتفضل. مرات كتير احنا كوسط شعب الله وكنيسه الله كتير بنرسم لنفسنا اله غير اللي اتكلم عنه الكتاب المقدس. بنرى الله كما نريد ان نراه نحن، ليس كما يقدمه الكتاب المقدس. وده الاعلان الخاص اللي الرب اعلنه، واللي بيقدر يوصل للكتاب المقدس ويقرا الكتاب المقدس ده اعلان مميز وخاص غير الطبيعه والاحلام والمعجزات. الله حينما تكلم عن ذاته بأناس مسوقين بالروح القدس، كتبوا كلام به نعرف الله عن قرب وعن شركة وعن يس. علاقة من خلال حية. الكلمة. نعم نعم. خلال كلمة. وصف الكلمة، كلمة حية يس. فعالة أمضى من كل سيف ذي حدين. دي حقيقة. يا بمعرفة الله أكبر وأعظم مكان نقدر نعرف فيه الله ونفهمه. أيوة. ونكلمه ونسمع صوته في الكتاب المقدس، الشركة مع الله وكلمة الله. عارفة في سفر الأمثال أعتقد 7 أو 8 سليمان وهو بيتكلم عن وصايا الأب والأم وأهميتها. بيقول حاجة غريبة عن الوصايا، وأرجو أن احنا نأخذ نفس الكلام بالنسبة لوصايا الله. بيقول إذا حفظت الوصايا فإذا نمت هي تحرسك، وإذا استيقظت فهي تحدثك يس. وإذا ذهبت فهي تهديك. حلوة. هذا روعة الاستماع إلى صوت الله من خلال حفظ وصايا الله. يبدأ الروح القدس يذكرنا ويرشدنا لما يريد أن يقول لنا الله من خلال القراءات اللي قريناها والآيات اللي بنحفظها. من خلال كلمة الله. قد إيه فعلا كلمة الله غالية. فعلا الكتاب دوت، يعني حقيقي دايما بقول كده جوزيف، بجد ده القانون بتاعنا، ده يعني كل الكفاية فيه حقيقي، ده الشبع كله، وده كلمة الله اللي تقدر قوي تجاوبني على كل سؤال محيرني، وفي نفس الوقت عشان أعرف أميز صوت الله وأعرف أسمع صوت الله لازم يبقى ليا علاقة مع شخص رب يسوع المسيح وبالكلمة أيضا، لأن هو الكلمة، هو شخصه، هو الكلمة نفسه، هو الكلمة وهو الله، هو الكلمة، هو اللي هو المن اللي نازل من السماء، يقدر قوي يكلمك من خلال الكتاب المقدس، ويقدر يوصلك بطرق عديدة من خلال الطبيعة، من خلال الأمور والظروف المحيطة، أيوة من خلال كل حاجة في العالم حواليا بتتكلم وبتوضح إن في إله عظيم. أحبائنا هنطلع فاصل بترنيمة مع بعض نستمتع بها مع بعض، ونرجع تاني ونتكلم في موضوعنا المهم جدا، سماع صوت الله. الله بيتكلم لي وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، قوله يعطيك قلب حساس. الله بيتكلم ليا وليك، الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، قوله يعطيك قلب حساس. الله بيتكلم وسط النار، الصمت بيعلن قوي بالصوت، بهديم الأمواج العواصف، بصياح الديك وفي بطن
بتكلم وسط النار بالصمت بيعلم أو بالصوت بهدي بالأمواج العاصف بصياح الديك وبطن الحوت حتى القبر يخبر لما حتى القبر يخبر لما يغمر بحياة من قلب الموت الله بيتكلم ليا وليك الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك كله يعطيك قلب حساس الله بيتكلم في ظروفي قلب الحاجة والأعواز بطرق طبيعية بيتكلم وإنشاء يتكلم بالأعجاز الله بيتكلم في ظروفي قلب الحاجة والأعواز بطرق طبيعية بيتكلم وإنشاء يتكلم بالأعجاز الفاهم يلمس يد الله الفاهم يلمس يد الله والجاهل يحسبها ألغاز الله بيتكلم ليا وليك الله بيكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك كله يعطيك قلب حساس تعلم كيف يسمع كنت في أنوار الأرضية وارفع عيني عليه واطلع الله بيقول لكن قلبي محتاج تعلم كيف يسمع كنت في أنوار الأرضية وارفع عيني عليه واطلع أسمع صوته واشبع منه أسمع صوته واشبع منه مجدون الروح فيا هيسطع الله بيتكلم ليا وليك الله بيكلم كل الناس صوت وصورة من حواليك الله بيتكلم لكل الناس بطرق وأنواع كثيرة قد إيه ترنيمة جميلة بتتلخص كل اللي الرب عايز يقوله النهاردة سعداء مرة تاني بجوزيف أخويا جوزيف أهلا بيك مرة تاني يعني إزاي نعيد تاني وفي الـ في الـ في السؤال برضو إزاي أميز أوكي. احنا دلوقتي اتكلمنا الله بيتكلم ازاي بانواع وطرق كثيره لكل العالم وفي جزء خاص للي بين ايديهم كلمه الله اتفضل مهم قوي التمييز اول حاجه عشان وانا بميز صوت الله لا يمكن ان يتعارض مع المنطق اوكي ولا يمكن ان يتناقض مع المكتوب لان لا يمكن الله يقول لك كلام هيكون بيتناقض مع الكتاب المقدس صعب الامر الثالث لما بسمع الصوت زي ما قلنا بنتمسك بالحسن ونمتحن كل شيء باخد الكلام ده لخلوتي في مخدعي امتحن هذا الكلام في محضر الله صوت الله لابد ان يكون هناك راحه داخليه اشعر بها وسلام من جهه هذا الصوت
ما احسش باضطراب او انزعاج، لكن سلام. حينما امتحن هذا الصوت في محضر الله، في شركتي مع الله، في خلوتي، تظل هذه الراحه وتبقى. صوت الله لطيف وهادئ. ايوه. رب لما يقول تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحه لنفوسكم، لما كان على الارض ما كانش بيصيح ولا يسمع احد صوته في الشوارع. الصوت اللي يزن عليك ويلح عليك ويؤدي بيك لنرفزه واضطراب لا يمكن يكون صوت الله. صوت الله لطيف وهادئ، ولذلك لا تنتظر ان تسمعه وسط ضوضاء حياتك. لو في دوشه كتير حواليك، لو في انزعاج كتير حوالينا، صعب نسمعه لانه لطيف وهادئ ومش زنان. لان الله عنده مشاعر، والله عنده عواطف، وعنده عنده كرامه في التكلم الينا، وكلامه حقيقي. حق. حاجه جميله قوي، حاجه جميله جدا جدا. قد ايه فعلا في في اصوات كتيره قوي بتعطلني وبتعطل مؤمنين كتير. قد ايه فعلا الهدوء والقعده في حضور الرب والسكون والسكوت قدام الرب ده بيخليني اعرف واميز صوت الرب، لانه فعلا هيرد عليك. واكيد، لان على فكره الرب يعني مش عايزنا بس نقعد نتكلم نتكلم، وكتير قوي من المؤمنين بنقع في الحاجات دي، اللي احنا نقعد نتكلم مع الرب، نتكلم مع الرب في خلوتنا، مع ان الرب يعني عايزنا يا حبيبي استنى يا حبيبي، طب اسمعني عايز اقول لك حاجه، يعني ايه ده كده. حقيقي كتير قوي بنعملها، والنهارده الرب عايزنا نتكلم، وهو كمان عايز يتكلم وعايزك تسمعه. فمش على طول يعني اتكلم، لكن كمان اللي هو ذا الاستماع افضل افضل من شحم الذبيحه. فكده الرب النهارده ادينا ودان تبقى يعني مصغيه ومنتظره وهاديه، وكمان يبقى عندك سلام واطمئنان وهدوء، لكن كمان الانتظار. نعم. ساعات مثل استعجل، مش كده؟ نعم. الاستعجال بيضيع مننا أمور الرب عايز يسمعها لنا. طيب، عشان الوقت فعلا بيجري، عايزين بقى نعرف الخطوات العملية اللي بيها أعرف واللي بيها أعرف أميز. في خطوات عملية، تفضل. بالتأكيد في خطوات. أهم خطوة وخطوة كل الخطوات الأساسية، هل أنا مستعد أني أدخل لمخدع وأقفل على نفسي فترة؟ ما بسمعش حد، مش بتكلم مع حد في الوقت ده، أنا مركز بس عندي كتابي اللي فيه إعلان كامل عن الله ووافي أني أعرفه وأفهمه بيكلمني من خلاله، وعندي الفرصة أني أتكلم لله بكل صراحة وبكل وضوح، ما عنديش حد أخجل منه أني أحكي قدامه. مين فينا مستعد أنه يقضي هذا الوقت ويكرروا من حين لآخر؟ ده يقعد. تدريب يعني. يا ده تدريب مهم جدا. رب قالها بوضوح، متى صليت ادخل إلى مخدعك، أغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء. الصلاة هي شركة تواصل مع الله. أفضل مكان تتدرب فيه على الاستماع لصوت الله حينما تدخل إلى مخدعك وتغلق بابك، تقفل كل الأصوات اللي حواليك. أيوة. وقتها ده أكتر وقت الله فيه بيكلمك بكل وضوح، وبتقدر تسمعه بكل وضوح، ان مفيش دوشه بتبقى في الوقت ده حوالينا. البابا شنوده ليه شعر جميل قوي بيقول: ليس عند الناس حل ثابت شاف يليق، فحلول لفريق غير اخرى لفريق. لما نبقى حيرانين وعايزين نعرف الحل، ففي ناس بتقول لا اعمل كده، وناس بتقول اعمل كده. فهو كان بيقول في القصيده بتاعته: انما عندي علاج قد خبرناه جميعا، اغلق الباب وحاجج في دجى الليل يسوع. واملأ الليل صلاة وصراخا ودموعا. هل تذكري يعقوب؟ حينما وجد الله عمل ايه؟ مسكه وقال له: لن اطلقك ان لم تباركني. فضل لغاية طلوع الفجر مش راضي يسيبه ويصارع معاه، يقول له: اطلقني اطلقني. يقول له: مش هسيبك، هاخد بركة، هاخد منك بركة. كثر له حق فخده بالرغم من كده، قال له: بفضل اني اتالم بس اسمع صوتك وانت بتباركني وانت معايا، عن ان يعيش بلا الم لكني مش قادر اسمع يعني في الألم صوتك في بركة. واحصل على البركه. بالظبط. كان مدرك غلاوه البركه الحقيقيه اللي ياخدها من الله. قال له: لا يدعى فيما بعد اسمك يعقوب بل اسرائيل، لانك جاهدت مع الله والناس وقدرت وغلبت.
ففي كم واحد مستعد انه يعمل كده؟ في لوقا 18 الرب يتكلم عن أرملة قاضي الظلم. ايوه. وهي كذا مره بتروح تلح عليه تقول له انصفني من خصمي، انصفني من خصمي، وكان لا يشاء الى زمان. لكن في الاخر انصفها من الخصم اللي كان بيجي يضايقها، هذا القاضي وهو قاضي ظالم. رب يقول افلا ينصف الرب الله مختاري الصارخين الي نهارا وليلا؟ حق أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. ولكن متى جاء ابن الإنسان؟ قال لعله يجد الإيمان على الأرض. والإيمان يظهر حينما تصلي وتتواصل مع الله. ده أفضل مكان بقدر أسمع فيه لصوت الله. أمر الثاني، ودول أكتر نقطتين مهمين، أني أدخل المخدع وأخد فترات طويلة وأحاجج وأصارع الله. الأمر الثاني أن بدل ما بحكي مع نفسي وأفكر مع نفسي وحكي مع الناس وأفكر معهم، وده حلو، مهم قوي أدرب نفسي أنه لما بتجيلي فكرة يا رب إيه رأيك في الفكرة دي؟ أيوة. إرشدني. الكتاب بيقول أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أحفظك، عيني عليك. دي حقيقة. اللي بيشرك الله في كل كبيرة وصغيرة في حياته، ابدأ بالصغير، ابدأ بالبسيط. اللي فيه لو غلطت وما ميزتش مش هتحصل مشكلة، بس قبل ما يجي الوقت اللي فيه ما تعرفش تميز وتقع في مشكلة كبيرة ترجع بعد كده تندم، والموضوع بيبقى صعب. فمن تدرب على استماع صوت الله وأن يشرك الله في الأمور الصغيرة، زي ما كان بتحكي صاحبه ودخل في شراكة صداقة وحب مع الله، بتفرق كتير. لما بتيجي الأمور الكبيرة بيقدر يميز ويسمع بكل سهولة، لأنه تعود وتدرب على الاستماع لصوت الرب. خرافي تسمع صوتي. Yeah. يعني قد ايه فعلا، يعني مش عايزه اشبه، اللي فعلا الراعي الخراف عارفه الصوت بتاعه ليه؟ لانها عندها تدريب، والرب عايزنا فعلا احنا كمان يبقى عندنا حياه التدريب. عايزه اقول في الحته اللي قلتها اخ جوزيف، يعني في ناس ممكن تقول ايه، طب ما انا باخد خلوتي وبصلي، بعد ما يعني مش الوقت ده كفاية؟ انت قلت يعني لازم حقيقي يبقى في وقت. نعم. مهمة قوي، وقت تكريس مكرس لرب. رب وساعات الرب بيقول لك ممكن الليلة دي قضيها معايا، كأن الرب عايز ينقلني نقلة جديدة. نعم. بها أسمع صوت الرب. لكن أحيانا بنقفل ودننا من الدنيا ومشغولية والظروف والحاجات اللي زي كده، وده بيعطلني اللي أنا أسمع صوت اللي الرب عايز يقوله لي. في أمور الرب عايز يقولها لك، لأن مكتوب عنه هو عنده الفهم، يسكن الذكاء، وعنده المشورة. فكم من شباب، أنا عايزك تتكلم النهاردة وتقول شباب يعني، أو كل الناس يعني عامة، يعني إزاي يقعدوا قدام الرب، وإزاي يكون فعلا بيدوا الرب مساحة كبيرة في حياتهم. لأن يعني الزمن ده زي ما أنت قلت كده، أمور بتقدر تربطنا، بتقدر تقيدنا، زي الإنترنت، زي الأمور، العالم، حاجات كده في العالم بتشد ناس كتير قوي. خليني أقرأ معاكي جزء بيبين مدى خطورة غياب صوت الله عننا. أيوة. بالذات في سن الشباب اللي بتكثر فيه الاختيارات المصيرية اللي بتحدد المستقبل بالكامل. تعالي نفتح مع بعض سفر عاموس إصحاح 8. وعدد 11. رب بيقول هوذا تأتي، هوذا أيام تأتي، يقول السيد الرب، أرسل جوعا في الأرض، لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء، بل للاستماع، لاستماع كلمات الرب. فيجلون من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق، يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها. أرى الجزء ده تاني، يقول هوذا أيام تأتي، يقول السيد الرب، أرسل جوعا في الأرض، لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء، بل لاستماع كلمات الرب. فيجلون من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق، يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها. صعبة قوي. شوفي، إذا كان سبق لك واستمعت لصوت الرب وعرفت إن ده صوت الرب ورفضت ولم تطع، هسأل سؤال، لماذا تطلب مزيد من الكلام من الرب وأنت قد سبقت ولم تطع ما قد تكلم به الرب إليك؟
الأمر التاني، مرة في مرة لما مش بطيع الرب أوقات ممكن يسكت. أيوة. في ناس بتتكلم مع الرب كده بالظبط، متى حصل لي وقت أستدعيك؟ أستدعيك. بص يا رب وأنا مش فاضي الحقيقة. ويوم ما يقع في المشكلة يجري جري على رب. مش ده التدريب اللي احنا عايزين نعمله؟ أيوة. مش ده تدريب وقوع في المشكلات فأجري على رب وقتها الدنيا هتبوظ؟ لكن لازم أكون عندي جدية، حياة استمرارية كمان، لازم يكون عندي ثقة في وإدراك لقيمة وغلاوة كلمة الرب والاستماع لصوت الرب. الناس اللي مش بتسمع صوت الرب بيتطوحوا عشان يطلبوا كلمة من الرب. احنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي. عايزين ندرك قيمة صوت الرب وأهمية الاستماع ليه. زي ما قلنا أهم شيء نبدأ بالمخدع. أيوة دي مهمة قوي. العلاقة، العلاقة الحميمة بشخص الرب، علاقة قوية، حياة استمرارية، مش مرة أنا النهاردة بقعد قدام الرب وبكرة، لأ لأ، حياة فيها فعلا استمرارية بيها أعرف صوت الرب، زي الخراف اللي بتقدر تسمع صوت رعيها بسرعة قوي، لأن قدامنا دقايق ودايما كده مش عارفة دايما يعني. هو كلمة الله جميلة. الواحد يعني كلام الحلو والفرص الحلوة يعني تلاقيها بتجري بسرعة قوي. لكن عايزين نعرف مع بعض ما هي بركات. أكيد في بركات لسماع صوت الرب، وكمان إيه هي نعرف مع بعض نتائج عدم سماع صوت الرب. من بركات الاستماع لصوت الله الآية الجميلة اللي قلناها، أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أحفظك عيني عليك. الإنسان اللي تعود وتدرب أنه يسمع صوت الله وبيشرك الله دايما ويقول له صوتك عندي غالي، كلامك عندي غالي، الإنسان ده لما بيختار بيعرف يختار صح. الرب بيقول في كلمته، من هو الإنسان الخائف الرب؟ من هو الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره هو. الرب لما انت بتخاف الله وبتسمع صوته وبتصغي بأذنيك إليه، الرب هيعلمك طريقا تختاره. إن بهذه دي بركة عظيمة. إن الإنسان بيضع أمامه كل يوم اختيارات لا حصر لها. أختار الصح، أختار ده ولا أختار ده، أعمل دي ولا ما أعملش دي، أروح المشوار ده ولا ما أروحش، أشتغل الشغل ده ولا ده. اللي بيتدرب وبيصغي لصوت الله الرب بيباركه بأنه بيسهل عليه المشكلة دي. وبيقوده أنه يقدر يوصل. يكفي أنه الاستماع لصوت الله بيعطي سلام، وبيدي ثقة أن في الظرف الصعب الرب معي. الرب معين لي. أنا شايف إيدين الله في كل أمر. قيادة. يا مش بس الاستماع من الودان، لكن أني أسمع بأني أشوف. فدي بعرف الله بيتكلم إزاي مني، أرى أعمال عناية إلهية. وساعات يعني مش ساعات، ده حقيقي. كلمة الله كمان يعني في يعني الآيات الكتابية وكلمة الله نفسها بيكلمني من خلال المكتوب، لكن كمان من خلال ممكن أسمعه فعلا في وداني. مش كده؟ طبعا طبعا بتحصل. يعني تسمع كلمة من خلف أذنك حقيقي، يعني ما انساش أبدا. ده المجد للرب فعلا. في يوم من الايام فعلا كان نفسي قوي اسمع صوت الرب، وبقول رب في الامر ده امر مهم جدا للغايه. وفعلا وانا في خلوتي، مش خلوه مره واحده او مره، لا، ده علاقه استمراريه، وده اللي بيخليني اعرف اسمع وميز. كنت اقول فعلا اول مره اسمع صوت الرب في ودني. انا دايما الرب اكيد بيكلمني من الكتاب، لكن يا ما انساهاش ابدا، وكان لغايه النهارده انا مش ناسيه قد ايه صوت الرب هنا في ودني. وكان وعد جميل واتحقق واداني فعلا اطفال. قد ايه فعلا الرب صالح. الدكاتره ممكن يقولوا لا ده صوت الدكاتره، لكن الرب يقول لا، الرب عنده كلام تاني، الرب عنده صوت امل، صوت اطمئنان، صوت سلام. اله مستحيلات يقدر قوي يوصل لك من خلال كلمه الله المكتوب، ويقدر قوي يوصل لك من خلال كلم ناس كتير. في العهد القديم مش كده؟ بسرعه قوي يقول لنا مين ومين ومين عشان مشاهدينا. اتفضل. رب في العهد القديم اتكلم يعني تقريبا
مش بس لشعب اسرائيل من خلال الانبياء اللي ليهم، لكن بعت لاناس خارج شعب اسرائيل. ده مهم ناكد عليه، واللي كنا بنقوله في اول الحلقه ان الله مش بس بيتكلم للمؤمنين ولاولاده. طبعا هناك مكانه خاصه وكلام خاص عميق غالي. الرب قد ما يستقيه. نعم، لان سر الرب لخائفيه وعهده لتعلمهم. الله لديه اسرار ولديه ما يشاركه مع البشر. مش اي انسان الله بيشارك مع اسراره. لانه سره لخائفيه وعهده لتعلمهم. لكنه بيظل يتكلم مع كل الناس. اهل نينوى دي حقيقه، ارسل ليهم يونان. الخمس كلمات، المدينه كلها بالكامل رجع للرب، رجعوا للرب وتابوا وناحوا. ولما رأى الله أعمالهم ما عملش الشر اللي كان ناوي يعمله فيهم. الله بيتكلم أبي مالك، إبراهيم لما دعا إبراهيم ونادى قال له أخرج من أرضك ومن عشيرتك. كلم موسى. ده موسى ده قصة أكتر عيب عن إيه، أكبر نقطة ضعف كانت عند موسى؟ لسانه، أنه ثقيل الفم واللسان. موسى أكتر واحد اتكلم مع الرب. عارفة الرب يقول عنه إيه؟ وانا بنادي لكل واحد بقول له لو في نقطه ضعف عندك مسببه لك مراره في حياتك، بص على موسى. كان دايما محرج وخجلان من نقطه الضعف دي، يقول لساني ثقيل مش بعرف اتكلم. الوحيد الرب كان ياخده بالأربعين يوم يفضل يتكلم معاه، ومش اي كلام، كما يكلم الرجل صاحبه. في مره من المرات لما اخت موسى واخوه اتكلموا عليه انه راح اتجوز واحده، وخلوا بالكم انه اتجوز واحده، وقالوا شفتوا راح اتجوز مين وشكلها ايه، الرب جابهم قال لهم تعالوا. انتوا بتتكلموا على عبدي موسى؟ بل هو امين في كل بيتي. لو انا بتكلم مع نبي بتكلم معاه بحلم او برؤيه. اما عبدي موسى فليس هكذا، بل وجها الى وجه وفما الى فم بتكلم لي ويعاين شبهي. موسى الرب اختاره ان هو يكون بيتكلم معاه، هو عنده مشكله في الكلام، لكن الرب يميزه بالجزء ده. انا مصدق ان كل انسان بيجاهد ويصارع والله بيرى القلوب وبيرى مين فعلا مقدر غلاوة. عارف الكتاب لما يقول في أيام علي الكاهن وصموئيل كان لسه صغير، وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام. كلمة الرب عزيزة، كلمة الرب غالية. عروس النشيد لما العريس كان بيخبط، كان بيخبط على الباب، بيقول لها افتحي لي يا حبيبتي يا كاملتي يا حمامتي، رأسي امتلأ من الطلوع، قصصي من ندى الليل. قلت له قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما. لبست ثيابي وقعدت على فراشي. عمل ايه؟ تحول عني وعبر. ايه اللي حصل فيها؟ اتبهدلت ولا لا؟ واتطوحت لغايه ما لقيته، ولما لقيته تقول ايه؟ امسكته ولم ارخيه. قدرت قيمه انه يغيب عنها. يا رب لو 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 في حد لسه بقاله فتره طويله مش مستمتع بالعشره والشركه، انه يسمع صوت الله في امور حياته كل يوم هو بيكلمه، ارجوك ارجوك دور. يمكن تاخد وقت الموضوع، يمكن ياخد وقت، يمكن ياخد جهاد وصراع، لكن ثق ان الله يرى امانة قلبك وهيكلمك وهيملك افراح وسلام وهيملك بحضوره في حياتك. امين 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 امين. سعداء جدا جدا بكل كلمة رب اعطاها ليك اخ جوزيف. وقد فعل موضوع مهم قوي، مهم كمان تقدر تقول كلمة اخيرة لكل شخص لسه يعني سوري يعني سمع كتير في كنايس ودخل لكن لسه ما تبش ولسه ما سمعش الصوت اللي بيقول له تعالى، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلين الأحمال وأنا أريحكم. لسه لغاية دلوقتي بيطنش، تقول إيه؟ هقول للمؤمنين اللي بيعيشوا حياة جسدية واختبروا وليهم اختبار وتولد الولادة التانية. الرب بيقول لكل مؤمن هانذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. طوبى لكل إنسان بيسمع صوت الله. والله بيتكلم وبيتكلم دلوقتي إنك تفتح بابك هيدخل إليك بشركة معاك. أرجوك أدخل إلى مخدعك. أمين. أكيد عندك وقت، إدي وقت مخصص وقول له أنا مش قايم غير وانا واخد بركه منك وانا بسمع لصوتك وانا مليان افراح وتعزيات منك. ولكل انسان بعيد عن الرب الله بيتكلم مره واتنين، مرات لا يلاحظ الانسان ومرات بيلاحظ وبيهمل. ارجوك لو الله بيتكلم اليك ده امتياز عظيم. الله بيحبك، بيبحث عنك، يريد لك
أن تعرفه، أن تدخل في عمق الشركة معه، هو الخالق، لأنه مجهز ليك مكان ومكانة عظيمة في الأبدية، أنك تكون شريك في الطبيعة الإلهية، وأنك تكون عروس للمسيح مع كنيسته، تستمتع بحياة أبدية تبدأ معك هنا على الأرض وتستمر في السماء في أفراح وأمجاد. أرجوك كفاية مرار وكفاية تيهان وتطوح من يوم لآخر بين علاقات مع أشخاص سابوا فيك جراح وألام، السنين مش قادرة تنسيك الجراحات دي والألام دي، الله وحده قادر أن هو يضمد الجراح دي. أمين. وبينادي إن عطش أحد فليقبل إلي وأشرب ويشرب، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. الله مستعد يروي كل عطش وكل جوع. أمين. ويضمد كل جراح ويملانا بأفراح. أمين. يقول كده إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. رب النهاردة يديك قلب حساس فعلا، لأن القلب الحساس ده بيعرف قوي يتقابل مع شخص الرب يسوع المسيح. قد ايه بشكرك قوي اخي جوزيف، وكنا سعداء فعلا بوجودك. شكرا. احبائي اقول لكم الى اللقاء في حلقه اخرى من برنامجكم الى العمق. صوتوا الحاجة اللي قولوا معانا كده، اشتركوا معانا. الطريق للفرحة وطريق الخلاص.